دقيقة كلمونا على 31 380 ألف. ضيفنا النائب عبد الرزاق عويدات، نائب رئيس الكتلة الديمقراطية، أهلا وسهلا بك من جديد. مواصلين سفيان بن حميدة معايا وطارق الكحلاوي، ونستقبل مباشرة رئيس كتلة الإصلاح النائب والسيد حسون الناصفي. أهلا وسهلا بك سي حسونة، تسمع فيا؟ مرحبا، أهلا، شكرا لك الحضور معنا سي حسونة. باش نحاولوا ناخذوا نبض المجلس في مكتب المجلس أولا، وفيما يخص ترشيح أسماء لرئيس الجمهورية، فيما يخص طبعا تعيين رئيس الحكومة القادم. سي حسونة، أنتم اليوم أكيد تبعتوا مكتب المجلس واللي صاير فيه، وطرح اللائحتين العريضتين اليوم، عريضة صاحب الثقة من رئيس البرلمان وعريضة صاحب الثقة من رئيس الحكومة. عندك شيء جديد في الموضوع هذا؟ يبدو أنه حسم الأمر بالنسبة للائحة بتاع صاحب الثقة من الحكومة. يبدو أنه المكتب حسم الأمر وموش بشي يبرمج جلسة خاصة بالموضوع هذا، باعتبار أنه رئيس المجلس أفاد المكتب بأنه رئيس الجمهورية أكد له بأنه الاستقالة سبقة طلب صاحب الثقة، بالتالي هذا الموضوع حسم بشكل نهائي. واليوم احنا امام مسار وحيد اللي هو باداره السيد رئيس الجمهوريه فيما يتعلق باختيار الشخصيه الاكبر لتولي تشكيل حكومه جديده بعد استقاله السيد رئيس الجمهوريه. هذا اللي باش نجيوه لو تسمح سي حسونه.